إلى المنافسة التي يتصدرها بفوز مقنع عزز مكانته في المقدمة ومستغلا تعثر كل ملاحقيه. مراسل بين سبورتس في إسبانيا جمال جبلي رصد أهم ما ميز الجولة العشرين. هل ستبقى المرحلة العشرون من الليغا في الذاكرة؟ وأكثر من ذلك، هل ستكون المنعرج في حسم الليغا؟ إذا كان من الصعب الإجابة على السؤالين الآن، فإن هذه المرحلة سيكون لها أثر في 21 مايو المقبل. فقد قيل أن ريال في أزمة أو يقترب من الدخول فيها، لكنه اغتنم سقوط المنافسين الذين لم يستغلوا الفترة الحرجة التي يمر بها الميرنغي. لدينا الآن 4 نقاط أكثر من الملاحقين، وهذا يسعدنا وهو أمر إيجابي، خصوصا أن الفريق يلعب متحدا وبقوة جماعية، وهذا أمر جيد. يوم السبت خرج الأتلتيكو أكثر من المنافسة، حيث ضاعت منه 2 نقطة أمام ألافيس الذي فرض عليه التعادل إيابا كما فعل ذهابا. فانتقلت الأنظار إلى برشلونة، ولكن إلى ملعب كورنيا ديل برات، حيث كان إسبانيول ينتظر الوصيف إشبيليا الذي سقط بثلاثية أوقفت مطاردته لريال ولو لبعض حين. الحكام دائما ما يرتكبون أخطاء في حقنا. نعم، كانت هناك ركلة جزاء، لكن ليست هناك بطاقة حمراء. الأخطاء التحكيمية كثرت هذا الأسبوع، ولم تكن في مباراة إشبيلية فحسب، بل تجاوزتها إلى مباراة برشلونة الذي رفض له هدف لا غبار عليه وحرم من رمية جزاء واضحة على نيمار. لكن ذلك ليس كافيا، فالبرسا عانى أمام البيتيس الذي لمس الأخشاب مرتين وكان ندا عنيدا، فكان له ما أراد. لم نقدم مباراة جيدة، ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الشوط الأول وتحركوا كثيرا، أما في المرحلة الثانية فكانوا أقوى منا حتى جاء هدفهم، فيما كنا نحن أقل من مستوانا. وفي رؤية واضحة وضغط أقل، دخل الريال ليحكم قبضته على المباراة كما فعل ذهابا، وكما فعل ذهابا دك شباك ريال سوسيداد بثلاثية لا تدع مجالا للشك. صحيح، عندما تلعب بعد المنافسين وتعلم أنهم تعادلوا أو خسروا هذا يحفزك أكثر، وقد دخلنا المباراة في حالة تركيز. كان منتظرا أن يغتنم المنافسون سوء أحوال مفترض للريال، لكن الريال انتفض وعمق الفريق في منافسة يبدو أنه تفرغ لها أكثر من غيرها حتى إن لم يعترف بذلك. جمال جبلي بإن سبورتس، مدريد.